فيه أحواض لاستقبال المياه المعالجة أو المياه الأمطار. ها هو أبو زياد حسان، نائب رئيس ودادية الموظفين الإعلاميين للصيافة والسكن. هاد الودادية بدات تقريبا قول من 2005 عرفت الوجود ديالها التراب التابع لإقليم جديدة قرب سيدي رحال. كتكون من 514 عائلة، أي 514 بانجالو، كلهم هاد الناس وضعوا جميع الأموال ديالهم في هذا المشروع هذا، على أساس أن الحلم ديالهم أنهم يكون عندهم واحد السكن سياحي بثمن على القدرات ديالهم، يعني ما يكونش بثمن باهظ، وهذا هو الأهداف ديال الوداديات أو التعاونيات. اللي وقع لهاد الناس اصطدموا أمام مشروع غير مكتمل بعد مرور 9 سنوات بدون جموع، بدون تقديم تقريرات المالية إلى سنة 2013، أول جمع عام من سنة 2005. أول جمع دار في 2013، مع عمرو تغير المكتب، بقى رئيس واحد انفرد بهذا المشروع هذا كيدير فيه ما بغى. جاء في 2013 صوب واحد أو كون مع شركة للمقاولين، جوج شركات لمقاول واحد، داروا واحد شهادة يثبتون بها بأن الأشغال انتهت، وهي لم تنتهي. وبقينا كنتسناو من 2012 على أساس أن غادي يجي الضوء، غادي يجي الماء، غادي يجي المشروع، غادي يكمل، غادي يوقع التسليم ديال المساكين ديالنا. كل شيء كيتسنى. حتى كنجيو في 2016 كنتفاجئوا بأن هذا الرئيس هذا مدير استقالة ديالو، ووضعنا شكاية أمام المحكمة الجزرية، نصفتنا النيابة العامة وتابعته في خيانة الأمانة. بخيانة الأمانة في هذا الموضوع هذا، في هذا الشق ديالو كيجي هذا الرئيس قدام المحكمة كيدير جميع الأدوار. نوبة كيتكلم على أساس أنه هو الرئيس الفعلي المنتخب، نوبة يتكلم على أنه عضو شرفي، نوبة يقول لنا رئيس شرفي. الى حد الان حنا ما عرفنا، بقيناش عارفين هاد الرئيس اشني هي الصفه ديالو اللي كان كيسير بها هاد الوداديه من 2005 الى 2016. والى حد الان باقي ما عرفناش كيفاش غادي يمكن هاد البروجي يعرف الوجود ديالو، خاصه انه عدم وجود شواهد تسليم من الاداره المعنيه. وضع المكتب الجديد امام حاله او وضعيه صعبة للخروج منها أو لخروج هذا المشروع إلى الوجود، باش الناس يستافدوا من المساكين ديالهم ويستافدوا من الأموال اللي وضعوها في هذا المشروع اللي هي تفوق 34 مليار. اللي غريب اليوم يعني، وهذا الملف اللي فيه ما يزيد على 214 منخرط، وتيتسائلوا هذا المشروع كيف الشخص اللي اليوم متهم باختلاس ما يناهز 34 مليار يحضر في حالة صراحة. وهذه مسألة يعني تثار حولها عديد العلامات الاستفهام، لأنه تنعرفوا في قضايا بسيطة، قضايا سرقة هاتف نقالة وشيء من هذا القبيل، أصحابه يقدموا في حال اعتقال. هذا شخص متهم ومتابع بخيانة الأمانة لينبلغ يناهز 34 مليار، بسرقة حقوق 514 شخص، بالتصرف في أموال ديال الغير بسوء نية، وبالحصول على مكتسبات شخصيه، لانه بدا كشخص بسيط، اليوم يعتبر هذا المتهم من ضمن المقاولين الكبار في البلاد. والاكثر من ذلك انه الشركه اللي كانت هي المكلفه يعني ببناء المشروع تقوم بتصفيه هذا الجزء وتدير شركه اخرى، ويظهر ان هذا المتهم اليوم شريك معهم في مشاريع اخرى، مما يؤكد واقعة التواطؤ وواقعة الاختلاس. لذلك اليوم حنا تنحضروا لمتابعه مناقشه هذا الملف، ونتمنوا انه 514 ديال الضحايا ان القضاء ينصفهم، لانه ما عندناش جهه اخرى يمكن لنا نلتجئ لها من غير القضاء. ثقتنا كبيره في القضاء، ونتمنى ان يختم هذا الملف باعطاء كل ذي حق حقه، وبانصاف الضحايا وانصاف المظلومين وارجاع الحق الى اصحابه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.